نستقبلوا مع بعضنا سعد ونسرين. مرحبا بك مدام. عسلام. مرحبا. هلا نسرين انت. اي. سعد وين؟ اقعد تفضل مدام. عايش كتك صح. هلا سعد وين؟ ما جاش. علاش؟ كاسي باربان. قال ما نجيش. علاه قول لي؟ والله لا أنا هو عارف شكون مستدعي وقال ما عنديش علاش نجي. ماكش فهمتني. أنا عندي في قائمة الضيوف نتاعي سعد ونسرين. جيت نسرين. سعد وين؟ جيت نسرين. اه. نورمال ما هو يجي، خاطر هو المعني بالأمر. فوالا. أنا جيت ماخذة بخاطر بالصحفية وبالبرنامج احتراما لي. يعني شكون ياخذ بخاطر. وسعد ما عندهاش علاش باش يجي، هو هكا بالنسبة له. يلا شوف شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج مع علاء. او ماي جاد. لا 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 لا. مدام. سي فو بلي. مدام اخرى. لا. شو سي فو بلي؟ انا مشى في بالي ولدها راه. كان مشى في بالي هذوما ما يجيش. مدام. معك نحب نحكي معك ما نشوفهمش. اي اقعد. او موا. اقعد انا لازمني نشوفهم. خلي التلفزيون يشوفوهم. انا مشى في بالي ولده ما في باليش. سكرنا جواب. سكر جواب. يقعد مدام. مدام. والله احتراما ليك انت باش تقول. بيان سور بيان سور اقعد مدام. هذا اصلا. شبيك مترشم لي شويه. لا 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 ما نحبش نشوفه اصلا كان نشوفه انت نتعصب ما نجمش حتى نحكي. باهي تو بشويه بشويه. او ماي جاد. والله العظيم. او ماي جاد علاش او ماي جاد؟ والله العظيم او ماي جاد. على اخر ناس كنت نتصورهم باش نقابلهم في حياتي. علاش رجع الريدو رجع لنا الواحد رجع مزيان. علاش شبيك؟ هذوما سبب مشاكلي في الحياه الكل من النهار اللي عرست الاول ولحقه الثاني يا سيدي. كان نقعد نحكي لك مخك يحبس مش تقول لي ما تبدليش باش تنحي السيت هذا. شبيك شبيك؟ انا جاي باش نسمعك انا نحب نسمعك. قول له نحب نسمعهم هما علاش جاي. اه ما هيك علاش قلت لك خلينا نشوفوا علاش جاي. هيا نبداو بسعد. يا سعد قال لك علي يا سعد في مخي سعد. يا خي تنجمش تهبط هذا يا علي خلينا نرتاح ونحكي. ما تخزرش اسمع برك. قلت لي استدعى لي مرت خويا سعد. هاني جبته تفضل باش تقول له. كنت نتصور سي علاء بيجي سعد خويا. اي لا. واحد اثنين. انت نفطي وما تحبش تقابلينا. انا ما يشرفنيش باش نقابل. لا واحد. احترم روحك. لا سي علاء. انسان محترم ما يقولش لك نظرة. لا سيلفو بي سي علاء ضيفتي انا انت تحترم روحك وهذيك ضيفتي انا. باش نتهان لا. لا ورايا بناتي ابدا ومستقبل بناتي ابدا وهم اهم من كل شيء في حياتي ابدا. لا لا ما باش يجي واحد يهيني لا راهو كان تخرجوني احسن سي علاء. لا 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 خلي يقول اللي يقول هذا انا مانيش مستعد نسمع لك علاش اقعد بحذايا ومن بعد نتناقش. ان بعد اذنك سي علاء. لا 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 بعد اذنك انت يا ماني عايشك. انا نوزع الكلمه. قلت لسعد قلت للصادق تكلم تكلم مدام ما يهينك حد وما يتعدى عليك حد وانا لهنا الضمان. انت قلت هذوما سبب مشاكلي في الحياه علاش؟ باهي هذوما حب نسمع وانت راجلك تحب نسمع حب تسمعني بيان سور تفضل تفضل اسيدي. انا خذيت راجل خذيت راجل ولا؟ هاي عائلته الكل معرسين خذيت راجل باش نبني حياتي انا وياه. نورمال مو حياتي تبدا انا وياه وتوفى انا وياه علاقتي بالفاميليا تبقى حاجه اور نوتر في سي كلير. هذا حتى واحد ما يتناقش انسان ما يدخل لي لا في حياتي ولا في داري ولا في راجلي حتى حد أكي. وانا بالذات ما ندخلش حتى في حد وما يهمني حتى في حد أي. تبقى علاقتنا علاقه قرابه اعياد مناسبات لا اكثر ولا اقل واجب لا اكثر ولا اقل واضح باهي. هذوما اخوه راجلي للاسف الاول الكبير هالسي السيد هذا من اللي دخلت يا سيدي دخلت ضيفه مازال ما عنديش برنامج هارس اصل انا وانا وراجلي معناها. اي دخلت ضيفه ديراكت مسلي عرضي. جاي انا وخويا نحكي لك فازه باش تعرفش معناها مسلي عرض. جاي انا وخويا خويا راقد على رجلي قال هذه راي كذا وكذا شوف الراجل كاش راقد على خويا اللي هو خويا. يعجبكش؟ مازال ما هذه اول مناسبه جيت للبلاد هذه. تعارك هو وخوه هيك. باهي ما نطولش عليك الحديث هذه خاطر قصتهم ما توفاش ومش تنكملوا للصباح، نحكي لك باختصار. كل من يلقاني في مناسبة وفي لما أنا إنسانة لاهية بروحي، نخدم على روحي، نعاون في راجلي، شهرية راجلي إنسان موظف قاتلتها ما بين القروض باش نكون كانت ملجأ، قاعدة نبني فيها ونحسن فيها باش نعمل سكن أهل لصغاري. وحياة نظيفة لصغاري، ما يهمنيش في لونتوراج وين عايشة ما يهمني في المتر كيب اللي عايشة فيها أنا وذري.
لا هي بصغاري نخدم نسافر نعاون في راجلي. قلت له انت شهريتك مقتوله ما بين كمبيال الكهرباء والبني، انا نتحمل نتكفل بالباقي. يعطيك الصحه، ما نجيش نهار نلزمك بحاجه اخرى. سي سيد هذا كان مربوط مؤبد خوه الصغير، خرج في الثوره كان ينفق عليه، ما يهمنيش في الديتاي الاخرين الكل، انفق عليه جاب له محامين بحكم هو الموظف ويهز في قروض وجاب له محامين وكذا، ما يهمنيش في الحياه اللي قبلي ما يهمنيش فيه. اللي بعدي هما قالوا عكس هذا. لا لا زار انا نحكي لك اللي عندي، نحكي لك اللي عندي، تحب تو نكلم لك خوهم واسمه؟ لا 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 باهي نسمع. نحكي لك اللي عندي والمقتنع به واللي واجه به، لا قول تقولي وجهي ولا عندي مناش نخاف ولا حط شيء. باهي انت كي قال عكس هذا، ها نحكي لك سي علاء، انت وصلت، انت مسؤول على اخوتك، ماهو كي باش تعاون تعاون حاجه مزيه منك ولا اي ماكش باش تسيب دارك وصغارك وتقيم الفاميلي؟ بطبيعه الحال لا اكيد، لكنك باش تقيم الفاميلي ليش تعمل في دار وصغار؟ لا 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 نعاون حسب طاقتي. يعطيك الصح، كان نجمت زاد نجم، كان ما نجمتش السيد ما هذا اللي يقول لي ما نشرفاش ما نشرفاش، ها باش نحكي لك لقطه. هبطوه للسجون نتاع قبلي، خواته في رمضان يعودوا راقدين وانا في ماضي ساعه ندخل الكوجينه باش نطيب ونهز لقفته، يخرج خوه على الفيسبا الاربعه في جويليه يهز لقفته مده مرتين وثلاثه مرات في الجمعه للحبس. العبد لله لاني اخته قالوا عكس هذا. لا حول لا لا خلنا نسمع، لا حول ولا قوه الا بالله. خليني نسمع، انا سمعتكم، هيا خلنا نسمع. تعرف راهو باللي تنحكي يا ضوما رام تاريخ. لا لا تتحكي يا لله تتحكي. اسيدي نطيب ونهز لاخوه للحبس وعامله بواجبي، خرج من الحبس يجي للدار ويطل. قلت له صادق فك عليك من المراه وما تعرسش، حسبي الله ونعم الوكيل، اسمع شوف لوجهك. قلت له ما تعرسش اخدم معايا، هاني نخدم في التجاره، اخدم واعمل شويه فلوس وعندك حش باباك، هز منا البارتي نتاع البستان ابني فيها ونعاونوك الناس الكل، عيعاونك تو في عرس ابني الاول، خاطر ما تجيبش مراه تحطها في بلاصه مش مستقره وانت ماكش مستقر تتعبوا شوي. هاك تشوفي. انا قلت له انا عندي ثم الحمد لله يا ربي والبلاد الكل تتفرج فيا ويعرفوا نسرين شنو عندي، تو 18 عام معرسه تو سي علاء مازلت نبني في دار. وجدت المادموازيل الصحفيه وشافتني كيفاش عايشه وكيفاش والحمد لله راضيه على عيشتي، لا نقول اعطوني لا نقول عاونوني، الحمد لله مساكه في بداري وصغاري. الكلام اللي تقول فيه معقول. باه وبه جاء نقاش على قطعه ارض صغيرة، هذا هو الموضوع. هيا نحكوا هالورثة، جاب ربي ما جاش نشير بادي، جا نقاش على قطعة والله العظيم جاب ربي ما جا سعد النعيمي ولا بادي في قبلي الباقي ما وصلوش لهنا. عنده قطعة أرض على ما سمعت من أخواته، حتى راجلي ما نحكيش. أنا في قارمة. إبراهيم ما تكلمش إلا بإذن، عطيتكم الوقت باش تحكيوا. جا نقاش على قطعة أرض إي بعد اللي هو راجلي باحة إي وعندنا الكتب باعها راجل. سي بون باعت مشيت على روحها تبنيت اصل قطعه الارض. ايه عنده كاتب لباباه بيع وشراء شديت. عنده بيع وشراء. عنده بيع وشراء حسب رايك انت شكو فيه، وناداه رئيس المركز قال له يا سعد شبيك انت واختك؟ قال له راهو كذا وكذا. وقت ورا الورقه قال له هز الورقه وبرا روح. شكو فيه وجابوه للحاكم هذوما الزوج. كيفاش انت لسبب دار الملاجئ؟ باهي فوتك في الحديث. جو مره يتناقشوا قالوا قطعه الارض قطعه الارض، قال لهم لا فيها نزاع هذيك راهي مكتوبه وكذا. أسيدي هذا سي سيد الكبير قدام داري حاط الكرسي ويقعد نسمع في العياط وانا لداخل نقضي في جردة، عندي جردة البر نسمع في العياط ونقضي من لكم ايه نسمع في العياط. خرجت لبرا قلت له سعد شنو هي الاشكاليه تو؟ قال لي راهو كذا وكذا وسكتي انت. قلت له لا يتكلموا بالسياسه في الشارع يا ادخلوا لداخل يا سيب الحكايه ما يفت فرق توت. هذا هالممثل ما نعرفش باش نوصفوا لك التمثيل اللي فيه، هز كرسي كسره هيك. شكون به؟ الكبير القدوة هذا هز كرسي كسرة قال مشى لأخواته قال تضرب فيا بالكرسي قدام دارها وأنا لا مسيته ولا ضربته بكرسي ولا كلمت على كلمة نقصه من الحس وهي أدخل ولا أخرج ولا سيبوا منها الحكاية. بدا ينعت فيا وجيراني يتفرجوا. تدخلوا الداخل تتفضل. خليني أحكي لك. بجا ينعت فيا وجيراني يتفرجوا. ادخلوا الداخل سي علاء. لحظة. ادخلوا الداخل. يا ودي لحظة باش نحكي على الداخل. لا يدخل ندخل الداخل. تدخل الجبان. أي تدخل الداخل. ندخل وين؟ الداخل. خليه كمان كول، خليك شيخ في مخك الليله بشوي. اي مدام ها بدا يعاير فيا بكلام زايد. ماشي يا تاع كذا مرت خوه اللي يقول خويا وخويا الكبير
يا الفيك يا العليك يا الكذا يا 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 بها راه معترف بيك وراها كان خويا في قرب 20 كان مالكي كان خوك لا جايب لنا وتو باش نتحاسب انا وياه على النخل على الغابه باش نتحاسب انا وياه غابه على الفلوس باش نتحاسب انا وياه واذا كان معطاش انا غاب وانت باش نتحاسب انا وياه جاب ربي باباك جا يموت قال الحمد لله ما خلتش باش نكلم على نضال باش نكلم على نضال حلو نضال ولده الثاني نضال باش نتكلم على نضال ولده الثاني اللي قعد اسبوع هنا وبعد مشي يروح علاش روح؟ اسأله هو علاش روح؟ نسأل سعد نسأل سعد يا سعد علاش ولدك نضال روح يا سعد؟ تعرف هذا جاي وسع علاش نسأل ولدك نضال روح يا سعد؟ تعرف يا سعد علاش نعطيك معلومه جيت نعطيك معلومه انا اللي جبته انا اللي جريت عليها واني اللي جبته واني اللي حومت عليه كما اقول لكش واني اللي مشيت سلم مشيت الودر واني اللي جبته واني اللي جبته واني اللي عطيت حد واني اللي قاعد عملت لما انا اللي عملت لما يا عم واني اللي هزيت واني اللي عملت جبته وجبته يا طاهر تعرض الناس لعبة والله ما هذا سامحني سن الفيشة يا طاهر دقيق سامحني بشوية سامحني طاهرك ماكش تسمع فيه سامحنا يا سي علي كل يا طاهر انا جاي لهنا يا سي علي شوي كيفاش سي علي انا راني جريدي ما انت كيفكم ها يا بارك معناتها يا حسره على دقيقه اسمع كيفاش هو زيتنا في دقيقه زيت في دقيقه شكون نضال؟ نضال هذايا ولد سعد اش بيه؟ كان واخذ امراه اش دخلنا في نضال تحكي علي؟ على لا ولده انت قلت لي ادخل يا طاهر انت قلت لي ادخل مال داره قلت لي ادخل الدار دخلته لداخل والله كيف هو مش هكر الحديث أي؟ نحكي لك أنا بالضبط ومش هيك الحديث نحكي أنا وسعد والصاد أي ما لها أي حروح أنا وسعد وهي تحوج لرشة دجاجة رشة دجاجة تحوج وتمشي وتجي هيك لا 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 تسمع في لا 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 حتى حركات الله يبارك سي علي لا طيب نتكلم برك شوف ها نتكلم برك قول معقول تو نتكلم برك لا شوية هاي تو معقول يا طه يمكن آخر حاجة تونس أنا أنت ضيفي وضيفتي ما نحبكش سبحان الله نتكلم برك نحكي لك على فازت العركة يا خويا فك عليها العركة بتاع نضال لا لا خلينا من نضال يا سعد كيفاش احكي لها يا سعدي احكي لها كيفاش احنا وين واقفين في الثنية وكيفاش تلوح علي اني الكرسي سي علاء هذه كل ما يهمنيش وكيفاش وبعد تاي لوحة دبوزة هذا كل ما يهمنيش هذه يا خويا بشوية يا طه علاء تأكدت أنا تو بالرسمي اللي سعد خويا 100% لقيت الروح اللي هي ما في بالهاش اللي ساعد جاسة ومني بالفلوس وقال لي نعطيك 3.5 ملايين واسكت وما تشكيش قسماً بالله والتسجيل موجود موجود هزيت امال كيف تأكد اللي هي ما في بالهاش موجود اللي قدام دارها عندي هنا تو بعيد على دارها حكايتي ب 500 متر كلمني الصباح في الخدمة وقال لي خويا تعالى بحث الدار يا طاهر راك تحكي بلاي باك يا طاهر وش نسمع فيه طاهر انا نبدا نحكي ويعمل ايه التسجيل موجود التسجيل سي علاء بشوي يا سي علاء بشوي التسجيل موجود التسجيل بشوي يا طاهر اوف كي دور يا طاهر هاي سي علاء يا طاهر طاهر شوف انا سكت امان خليكم محضر خير لا لا نتشرفوا بجاه ربي وانا نحب نكون محضر خير راي المراه هذه تنجم تكون وسط خير راو بالطريقه هذه كان باش نتعاملوا مع مرت خونا بالطريقه هذه بالخلافات القديمه والغل القديم والتمقسيس وكذا رانا مانيش باش نوصل حتى حاجه انا قريب خونا من جرته متبرى منه ماذا؟ يا ودي خربها يا فهمتي تقعدي والله انا اللي جاوبها والله اسمعني نقول لك حاجه راو معايا انا هضوم ماكش باش توصل لحل نقول لك حاجه معايا انا نقول لك حاجه لازمني انا نعطيك فهمك حاجه شفتي خليني نكمل انا بعث لك خوهم انا تبرا اجله انت برا انا بعث لك خوهم وخليه يتخابطوا للصباح وانا اش لازم ما يتخابطوش نمشي نروح لبنيات مادام انا بحذاكم ما يتخابطوش للصباح نسني انا الهم هذا دقيق قطع نعم سيدي منك العقل الله يبارك انت تقول لي الله يبارك يا طاهر والله الله يبارك تعمل لك والله اللي تقولوا لي انت برك ايش طالب من مرت خو تتكلم ولا نتكلم لا انت اللي طالبه اي من مرت خويا يا ربي روح نعطيك داري انا وخي نديق لوالدي وكان خويا يرد لبلاص بابا خلى لي الديار قد كيفاش يرد لبلاص يرجع الارض يرجع الارض ما نجمش يرجع الارض يرد يعطي ثمنه يعطي ثمن معطاش معطاش رقم ثمن انسان الفنية ويرد البلاص ب معقول
نعود لك سي علاء. لا لا متعود لي. ما عطاش البلاص تحياتي وأشفق. باي شوف مدام أنا تعرف خروه ويمشي لخوهم يرجع لهم لوطا يعطيهم الدار أي. كما قال لك هو ساومني بالفلوس أي. يمشي يتساوم ويتساوم يخليك أنت وسط خير يا مدام. لا ودي الله لا يوسطني في الحواجة ذي. لا 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 ما يوسطنيش سيدي ربي بعمر يعرف ربي فقادر في عذرة فيك صحيت فيك صحيت الراس ما قدكم ما عندي يا ودي ما عندي مخاسر فت نرفيز هو تو لا جايك لك انت انتي ما كيفاش كاك ما واصلت انت عاد يا مدام تمشي دخل خول الحبس هو فانت كونت يدخل خول الحبس ايه داخله للحبس ايه داخله هز هز في لك فهزيت ما يستاهلوش قال لي الراجل اسمع هزي فيها الخوك راك القف يا ودي اسمعني كلمة هزي فيها الخوك قول له ما يجبدش دارنا يا ولدي رد بالك يا سعلاء يا سعلاء ما جبدش لا ما جبدش هز فيها الخوك مش تهز فيها لي انا ليه قال لك القف القفه راك هزيتها الخوف خلنا نحكي لك يا سي علاء علاش تكبروا فيها وهي صغير تعرف انا تو عندي بنيه باك ناهل فيها للباك والله نهار اللي جيت هاله صدقني كمان ديت جارتي تهدي فيهم خليتهم وقت دخلت في بريسيون في ديبرسيون بنيه الاخرى خليتها في حاله بنيتي الصغيره هاي بحثايا لهنا ماشي في بالي ولادها جاء باش نقول لها شبيك ماك جيت للدار وقعدت وروحت واحد ولد شكون تي ولد النكبه راجل تي لهي النكبه كل مكابل كل منين جاي نكبه راجلك علاش بيه ولد انا نكبه ولا سعد نكبه مادام نكبه وبربي ما تقصها سعد نكبه عاد عاده مادام جايبيني يا ضم عاده اش ردك هيك انت كون سعد قايد نكبه واش 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 غليك قيمتي كون السعد غاليه من دار بابا رد بالي منين من دار بابا جيت بالشندي ورد بالي يا طاهر غاليه من دار بابا من دار بابا ما جيتش بكرشي يا طاهر خلي الطبق مستور ما جيتش بكرشي زيد نعطيك معلومه بالك جيت من دار بابا غاليه ما جيتش بكرشي يا طاهر خلي الطبق مستور جيت بابا معلومه جيت نزيدك نعطيك معلومه نزيد نعطيك معلومه انا نعطيك معلومه انا يا علي من عندي هنا نزيد نعطيك معلومه قول لي سعد نسري اذا كان باش تقول توريت بالبيز نتاعك نقول لك انا نيه نيه طه طه قسما بالله العظيم سعد كان ذوق 24 ومن اللي عرف هذه ولا ذوق اقل من واحد من 1% تخوك بالله تخوك بالله تخوك بالله سعد تخوك بالله والميساج لقيته في البورتابل تخوك بالله علاش تحكي ما هكا انت سعد تتو ساعات خلو تخلص من دار على خوك محبة سي علاء دار على خوك خلو يا سي علاء يا سي علاء والله يا سي علاء يا طاهر خليني احكي لك هو يا طاهر خليني احكي لك هو سي علاء يسلم راسك يا طاهر خليني احكي لك هو سي علاء يا طاهر سي علاء يا طاهر ناحي الغش سعد الذل يا طاهر ناحي الدقنقي سعد الذل يا طاهر اسكت اسكت يا طاهر اسكت سعد كان ذو قرابة 20 يا ودي في بين يا مذلاتك ونش هذا والله وروسكم انتم وروسكم انتم وروسكم انتم ورست ولاداتي هنا يا مذلاتك ونشاز لحظة يا طه يا نسرين والله يا أخوي يا نسرين يا مذلاتك ونشاز ويني مدام يا نسرين ويني نسرين يا نسرين اسمعني سي علاء شو بيك اسمعني كلمة بنتي بقى شيلة بيس خلنا نحكي لك هذوما جايين يلعبوا لا والله العظيم اقسم بالله والله والله ناس تلعب ناس فاضية شغل بعد اللي أنا نهزها في الماكلة يقول لك هزي فيها الخوك ما يعرفوش ما يعرفوش لا 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 صدقني أنت ماكش عارف راه أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم نجيب لك من تحب يحكي لك نجيب لكش أخته تحكي لك أخواته يحكوا لك هذا إنسان أنا نكون وهو نغر مني فهمت إيش معناها عارف إنسان كي ينغر من إنسان ولا يحب يحطمني أنا وابني لا لا ما عندهم يحطمني يا بنت بايش أرجع إيش أرجع نقعد نحكي أنا وياك لا 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 اوكي مدام اوكي مدام عايشك الى اللقاء عايشك ان شاء الله ما عرفت طيب بلبسطوه انا قاعدي اشو الحل تو خرجناش بحل هك يا طه نتكلم كل منك العقل تكلم يا طه متوقع هذا ايه كي متوقع ليش انا حبيت نمشي في ثنيه اخرى وراس قدر كما قلت لك اني سعد الناس الكل تبغيه كان ومن اللي خذيه هذي شي لا لا موضوعي مش من اللي خذاه هو حر ياخذ المرأة اللي حب عليها سامحني هو حر تسير وما تسير هو حر طه نعم ياخذ المرأة هذيك ما ياخذهاش سعيد معاها مش سعيد تحكم فيه ما تحكمش فيه اي دقيقة هذه حياته باه هو حر فيه باه كي تجي انت لهنا وتحكي الحكاية هذي انت تتدخل في ما لا يعنيك باه انت مشكلتك الأرض ترجع لخوك اوكي
احنا مازلنا في الديسكوسيون نحكيه وباش الارض ترجع لخوه ترجع تسمع فيا وانتي دورت حتى هكم ودورت هكذا خاطر حشاك وحشي قدرك وحشي المجمولين الكل تكسب حشاكم الكل توقعت هي تكسب سامحني يا طارق قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم يا سي علاء برومي قسما بالله العظيم يا سي علاء يا طاهر يا كلمة قالت لا فما منك ليه قسما يا ربي يا ربي يا ربي ما نرجعش لقبل إذا كان الكلام القاتل كل صحيح صعبالك يا طاهر واللي مأسفني أني قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم نخدم طاهر نقول لك حاجة برجولية آه سيدي تو تعرف الحل اللي الحل والربط في دين الأمر هذه بدي هي هكا تشبح الرب تستنى سعلا يا ولد بالشوي خليني نتكلم معك أنت طاهر معك أنا نسيت تعرف الحل والربط بدي هي برجولية نحكي معك هي جاوب السياسة جاوب السياسة يا أبوك أعطيه بيع وتوكيل بيع وشراء مش صحيح البيع بالملاجي الملاجي عندها ملاجي دار أخرى أعملها بيع له قطعة الأرض لا ما فمش وخرج ما فمش يا ولدي فم فم باش بيك ما تسكتش ما لو خديت حق أنا توا كي الصادق كان الصادق على البلاصة توا أنا باش نمشي للقضاء أنا وهي تعرفني في القضاء وهو ساعد يعرفني زاد في القضاء شو في القضاء؟ نتبع قضائي يتبع قضايا هو يعرفني إي وهي تعرف تتبعوا فيش اذا كان عنده اذا كان الرجل عنده عقد نتاع شراء من عند بوه بوه بيع مدلس ها مدلس اثبت الله يبارك سي علاء يعطيك الصحه يرحم بابا اي نرجع ولا يا مت تثبت سي علاء باهي خلينا نرجع يا صاد تو انت المعني بالامر يا صاد انا المعني بالامر ساده انت زاد دخلت فيها المراه عندك موقف من الاول كيفاش تجيب لي مراه وانت عندك فيها موقف سي علاء تحب ترجع حق سي علاء اه نسرين انا حكي معاها برشا في الموضوع هذا وقتها كنت انا عندي نسرين عندي 4 سنين ما تحكيش انا يارا قلت عملت معاك الباهي سي علاء نسرين قالت لك عملت معاك لحظة الباهي لحظة لحظة هو اللي عمل معي الباهي شوف الصادق هو اللي عمل معي الباهي علاه نسرين ما عملتش معاك الباهي كملت معايا سي علاء اسمعني سي علاء ريت ركات رجلها اسمعني سي علاء ريت ركات امورها باهي امورها باش تعمل باش تعمل باش باش تعمل باش تعمل باش تعمل الباهي لمن باش سي علاء قسما بالله يجوا بثلاثة بالأربعة من الناس يجوا يقولوا لي مرت خوك سالوها يا سي علاء راهو قلبي معب شنو هي؟ يجوني بثلاثة بأربعة رجال يقول لي راهي أختك مرت خوك سالوها مرت خوك شنو هو؟ إن سالوها فلوس أمورها باهي يودي إيش دخلك أنت؟ تقول أعطيت باش لمن تقول أعطيت وعملت الباهي وطيبت لو أعطيتها باش ما عندهاش أنا توصل سعد يقول يعطيني دينار صب لي تيكيت كلمته قلت له من وهيك ما تكلمنيش هذا مرتك حاجتك بحاجة كلمني وحد يا سي علاء تقول لي انت هذه تعطي انا مش نقعد لهنا مش تعطي هذه مش عندها باش تعطي ما لازمش نحكي معاك مش واحد باش تعطي باش تعطي حل يا ياسين اعطيني الجماعة يا صادق اهلا بيك سي علاء باش تعطي باش تعطي يا سي صادق استدعيتك الليلة كان ويا سي طاهر نعم سيدي استدعيتك الليلة اي نعم سيدي ولا نقدرك نحبك يا سي علي ولا نحبك حتى انا نحبك برشا قسم بالله العظيم نقدرك نحبك برشا انا تعرف القبلاويه فاش يعجبوني كلمتهم يقولوه اما ما نحبش والظلم ما يحبوش انت قبلاوي ما نحبكش تقول لا ما نحبكش تقول كلام يشعل النفوس ويشكشك الدنيا نحب نهديو النفوس ما يتهداش معاه نفوسي هذه يا سي علاء ما علاش جي انا جيت مستدعي هو راوانية مستدعي يا ولدي هو ما جاش عارفه مش تيجي قيمة هو فوضها اذا كان يقول نمشي اقعد ما تخرجيش كولي من وذاك من هذيك ليش دخلك لذاك راهو راجل يا صدر زود لها باش انت تتكلم سي علاء لا زود لها شوي لا مش حكايه تزود لها هو يحكي في حقائق ايه شي حاسين بيك نحن يا سي علاء فما حاجات واحد يلزم يلطف فيها شوي ريس سي علاء كما قلت لك قبيله انا سعد خويا وقسما بربي العظيم انا عندي ربي وامي يعني كنقول لك نحلفك بامي اللي ما شفتهاش ونحلف لك بربي خش بيه الصادق حاطط يديه على راسه هكا طاهر انا فاهم علاش اسمعني يا سي علاء عندكم شي نمر و سعد عندناش علاء علاه؟ ما عندناش احكم انت علاش؟ علاش؟ قسما بالله العظيم اذا كان قالت لا تمشي لخوك لا تمشي لدارك لا تمشي لاهلك لا تمشي طاهر انت ساعه وصادق مستحيل
شبيك تعملك هيك شفم؟ يعني خاطر اللي فاتك كان أغرب. شني؟ اللي فاتك. علاش قلت لك ساعة كان ذو قرب 20 تو ولا واحد في واحد فاصل صفر صفر صفر. تعال تاني 100 مرة. ما شرفنيش باش نحكي على أخويا هيك. وما شرفنيش نحكي مع مرت أخويا هيك. لكن هو حط روحه في الموقف هذايا. ساعة لافة ما حاجة باش نقول لك بكري وقصيت علي. يعني أنا بالحق ساعة جي ساومني على الفلوس. وجي ساومني على البلاصة. وطلب مني سؤال. قلتولي. يعطيك الصحة. شوف باش ننهيو الموضوع اليوم شلنا في أنه نلقاو حل للموضوع هذايا. ما له رزمة. عيشوا سهلة. بارا خير يا طاهر. تحياتي. عيش خير. متوقعين احنا هذا راه وروسكم متوقعين الكل. وبالنسبه للصادي اني باباه واني امه اسا طه شدك المنشط جديد سعد حتمات مع الطاهر والله حتمات والله حتمات مع الطاهر والله حتمات في ماهم على وجوههم هاي طاهر ايجي ايجي طاهر ليميسيون اسمها مع الطاهر راهو ايجي طاهر هاي هاي طه سامحوني يا جماعه قلنا مخزن غاديك قلهم نعود بعد هذا الفصل نعود يا جماعه وبسلامتكم الكل بعد هذا الفصل سي علي قلهم بعد هذا الفصل نعود بعد الفصل فوالا تحيه كبيره مع الطه هاي ميرسي طه